أنا أتمنى إنه يعني بدلا من التركيز على الخروج بأعمال لا تصل إلى الكلفة الإنتاجية المتفق عليها وتخرج بأقل لكي يربح، أن يضع يا أخي في دائرة اهتماماته أن المستوى الذهني والوعي لدى المشاهد في المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى تجاوز بكثير مستوى ما يقدم من طرح من أعمال حقيقة، ويجب أن يعي المنتج والممثل والمخرج إلى هذه المسألة. أما مسألة أنه 9 أعمال كثيرة، الحقيقة أنا لا أميل إلى هذا الرأي، أنا أميل إلى أنه إحنا نحتاج إلى أعمال أكبر لنصل لمرحلة الفرز. إذا أنت قدمت أعمال تراكمية ستخرج في النهاية بمحصلة تصل من خلالها إلى جملة من الأعمال الجيدة على مستوى الناس، على مستوى الأداء، على مستوى التحضير، على مستوى الإخراج، على مستوى الإنتاج أيضا. إذا أردت أن تقف في دائرة المنافسة مع دوائر الإنتاج الدرامي في مناطق مختلفة من الوطن العربي. نعم أستاذ يحيى، يعني بما أنه أستاذ مشعل ذكر عن بعض الأعمال التي ستعرض في شهر رمضان المبارك وبينهم مسلسل هوامير الصحراء الجزء الثاني بعد ما لاقى الجزء الأول نجاح كتير كبير الذي سيعرض على شاشة خليجية، يعني خبرنا كيف بتنظر حضرتك للعمل الفني ذو أجزاء متعددة؟ يعني هل فينا نقول أنه العمل أضاف أجزاء أخرى لنجاحه جماهيريا، أم أن القصة هي عبارة عن مشاكل يعني بيواجهها المسلسل أو عجز في إضافة أفكار جديدة واستسهال نوعا ما؟ والله أنا لا أميل إلى مسألة الأجزاء، لأنه مسلسل هوامير الصحراء راح يكون في مأزق كبير في حالة عدم خروجه بصورة على الأقل توازي ما قدموا في الجزء الأول. نعم. وإذا عرفنا أن مسألة الأجزاء هي تأتي على حساب الفكرة من حيث التمطيط والتمديد وإفساح مساحة الحوار في المشاهد الممثلين، فهذا يضعف القيمة الفنية للعمل. لكني أرجو أن تكون تجربة هوامير الصحراء في هذا العام مغايرة تماما لما شاهدناه في العام الماضي، مع اختيار العناصر التي تستطيع أن تملأ الدور والمشهد والمساحة من الحوار. وبرغم الهنات التي شاهدناها في الجزء الأول، أتمنى وأكررها ألا يقع هوامير الصحراء في هذا المأزق في جزئه الثاني، في حالة إذا أراد أن يصنع لنفسه مكانة في هذا العالم. نعم، ولكن يعني أستاذ يحيى، يعتبر مسلسل هوامير الصحراء يعني على مستوى السعودي أو الخليجي أو الدراما الخليجية، يعني فينا نقول يعني نوع يعني أول نوع من المسلسلات الذي يتعدد فيه الأجزاء، وبالتالي وذلك بسبب نجاح المسلسل الجزء الأول وأيضا لموضوع الذي يطرحه المسلسل. فيعني خبرنا أنه هل ترى هناك نوعا ما نجاح حيكون للجزء الثاني، أو ما مدى نسبة المشاكل حيواجهها الجزء الثاني؟ ليس هو المسلسل الأول الذي يتكون من عدة أجزاء، ولكن لا حديثا يعني أستاذ التوجه في النص. ألو أستاذ؟ حتى حديثا كمان أستاذ يحيى، يعني على مستوى الدراما السعودية يعتبر تطور نوعا ما؟ لا، يمكن هو على مستوى روتانا خليجية ممكن، لكن على مستوى الدراما لا، قدمت أعمال ذات أجزاء متصلة منفصلة. المنهج الذي اعتمده مسلسل هوامير الصحراء نعم. كنص في أن يتجاوز هو موضوع سقف الطرق. الرقابة نعم. المتعارف عليها في الدراما السعودية هو هذا الجديد في الموضوع. صحيح صحيح، فما رأيك بهذا الموضوع؟ الجزء الثاني هل نعم تفضل. لا هو شيء جيد واستأثر باهتمام الناس ولقي رواج كبير، لأنه على الأقل نعم. استطاع أن يعبر عما يجول في خواطر السواد الأعظم من الناس نعم. فيما يجري حول بعض شرائح المجتمع. هذا أمر. الجانب الآخر، هل سيكون الجزء الثاني في نفس السياق أم سيخرج إلى آفاق أخرى؟ هذا ما سيحدد مستوى هوامير الصحراء في رمضان لهذا العام. نعم، يعني أكيد
زي ما كل المشاهدين عم بيشوفوا على شاشات خليجية، أن الجزء الثاني من هوامير الصحراء سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، واللي طبعا أقيم مؤتمر صحفي في مدينة دبي تحديدا حول الجزء الثاني اللي مشاركين فيه مجموعة من الفنانين، والذي أكيد وعدوا فيه أنه حيقدموا نفس نوعية الجزء الأول ومضمون الجزء الأول، ولكن بتطورات بنفس المستوى. أعود لك أستاذ مشعل، يعني أستاذ مشعل، ما رأيك بالمسلسلات متعددة الأجزاء؟ أعتقد أنه عندما ينجح عمل، من الذكاء جدا أن تقوم القناة مرة أخرى بإعادة التجربة وإضافة جزء ثاني، وهذا طبعا إحنا نتحدث عن لغة فنية تجارية حقيقية موجودة في سوق الإنتاج. عندما ينجح باب الحارة في الجزء الأول ثم تقوم الام بي سي مثلا بعمل الأجزاء أخرى له، فهو ذكاء منها لمزيد من الجذب للمشاهدين واستمرار معلن لهذا العمل موجود وجاهز لرعايته والدعم طبعا الدفع كإعلان وسبونسر على المسلسل. من الذكاء أن تقوم أيضا روتانا وتوجد لها هذا العمل أيضا، حتى صبايا ونجاح صبايا في رمضان الماضي والآن الجزء الثاني، أعتقد أنه شيء جيد ليس سلبيا دائما، ولكن أعتقد أنه كل ما زادت الأجزاء كل ما أصبح هناك تشبع أو تعود، هو المشاهد دائما أعود إلى الفكرة قلتها سابقا، وهي أن المشاهد ملول وسريع الذوبان وسريع التغير، بمعنى بعد أن يتشبع من صبايا وطريقة طرح صبايا وقضايا اجتماعية في المسلسل السوري، سيتجه بعد ذلك إلى عمل تاريخي، عندما يجد العمل التاريخي ويتشبع من العمل التاريخي سيتجه إلى المسلسل التركي المدبلج، كذلك إذا تشبع من المسلسلات التركية المدبلجة سيبحث عن قضايا اجتماعية، فهو دائم التغير دائم التنوع. صحيح. قضيتي والنقطة الأساسية اللي أريد الحديث عنها في قضية الأجزاء، إذا لم يكن الجزء الثاني غالبا أقوى ومن الجزء الأول، هو يعتبر عبارة عن تهريج وإعادة ما قيل بشكل أو آخر في جزء سابق، فهنا يأتي الاعتماد الأكبر على الكتاب للجزء الثاني في عملية تطوير الشخصيات، تطوير الخطوط الدرامية والأحداث والأفكار اللي يتناولها الجزء الثاني. إضافة طالما أنه المنتج غير متقيد الآن، أصبح لديه جزء آخر مختلف، كم من الممثلين الجدد الذي سيضيفهم في الجزء الثاني وقادرين على حمل الأدوار وأخذ العمل إلى أبعاد جديدة، هنا ما نعول عليه في الجزء الثاني من هوامير، أن تستمر مثلا الجوهرة ميساء مغربي الفنانة بنفس الشخصية أو بنفس النمط اللي هو الشرير، ذلك تلك الهامورة التي تعتمد على جمالها مثلا وسلاح النفوذ في تحقيق كل ما تصبو إليه. أعتقد أنه هي بحاجة إلى كثير من التفعيل الدرامي من الكتاب، صحيح، لإيجاد خطوط أقوى لميساء لكي تكون مؤثرة في الجزء الثاني عنصر أساسي وأساسي في هذا المسلسل وبطلا من أبطال العمل. صحيح. أنا جلست طبعا في بيروت مدة أسبوع مع فريق العمل وشاهدت فعلا ما يبذله المخرج أيمن شيخاني، واللي أنقل له اليوم تعازية وتعازي وسط الفن السعودي في وفاة والده المخرج القدير والكاتب داود شيخاني، وطبعا نشرنا اليوم خبر في الصحافة السعودية عن وفاة والده. أنا شاهدت بعيني ما فعله أيمن شيخاني في كثير من المشاهد التي كتبت بأمانة، بعض الأشياء كتبت في هوامير الجزء الثاني ببعض من السرعة والسلق أو عبارة عن تعبئة بعض النقاط الضعف والفراغ، شاهدت كيف عاد الصياغة، كيف عاد بعض الأفكار، كيف فعل بعض الأدوار التي أوجدت ولكن لم تنهى شخصيتها بشكل جيد، لم تقدم لها المبررات الدرامية المنطقية في دخولها للحدث في الجزء الثاني وخروجها أيضا، أو إنهاء شخصيات وجدت في الجزء الأول ولم تنتهي خطها الدرامي من ذلك الجزء، حيث لا نكتشف أنها غير موجودة في الجزء الثاني. ففعلا أنا كنت جالس مع أيمن شيخاني وشاهدت بعيني ما الذي فعله في النص وكيف تلاعب كثيرا وعانى في إعادة الخطوط وإعادة الصياغة للأحداث لكي
يستطيع بناء جزء ثاني متماسك وجيد. نعم. خصوصا انه نعرف انه المسلسل هو عبدالله العامر المنتج المنفذ للعمل صرح سابقا ببعض الاشكالات التي واجهها تصوير الجزء الثاني، منها مرض الفنان القدير الكويتي احمد الصالح. صحيح. وتاخر التصوير وتعطل بعض الاشياء. لكن كل هذه الاشكالات هي غالبا تمر في اي عمل درامي. صحيح. الفكره انه نحن كنقاد ما يهمنا ليس ما خلف الكاميرا وما حدث مع الممثلين ومن تعطيل، ما يهمنا هو الناتج النهائي في الشاشة. كيف بنيت الشخصيات، كيف قدم العمل من إبهار، ما الذي أضيف من تجديد على الجزء الأول. نعم.